مساء الخير مشاهدينا، وتحية مميزة لكل من انضم إلينا عبر شاشة روتانا خليجية في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي سيدتي. في حلقتنا من الرياض نتحدث عن حساسية الشتاء والزكام وكيف نفرق بينهما، بالإضافة إلى تفاصيل أكثر حول مشاركة الفنانة التشكيلية كريمة المسيري في بني جلادش. هذا بالنسبة لفقراتنا في الرياض. طبعا الحين أنتقل إلى زميلتي خلود في جدة وتعرفنا أكثر على فقراتها. ومساء الورد يا خلود. يسعد مساك الجميل دائما يا دلال، ومساء كل من تابعنا عبر شاشة روتانا خليجية. حياكم الله بهذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامجكم اليومي والمباشر سيدتي. مشاهدينا الكرام، بعد ما تعرفنا على فقرات زميلتي دلال في الرياض اللي دائما طبعا شيقة ومميزة، اسمحوا لي بس أعطيكم فكرة إيش حتكون فقراتنا لهذا اليوم من جدة. اليوم من جدة أنا عندي فقرتين. في الفقرة الأولى حنتعرف على سفيرات جوجل، أما بالفقرة الثانية حنلقي الضوء على منتدى الإعلام الرابع، وأكيد هذا بالإضافة لغيره من الفقرات المنوعة والمختلفة دائما اللي بنسعى نقدم لكم هي من خلال منبرنا اليومي والمباشر. حعود الآن مرة ثانية لزميلتي دلال ونبدأ حلقتنا لهذا اليوم من سيدتي. إليك يا دلال. شكرا لك يا خلود. وقبل ما نبدأ مشاهدينا، أحب أذكركم بمتابعة حلقة البرنامج عبر صفحة البرنامج على الويب سايت روتانا، وكمان على اليوتيوب الظاهر أمامكم على الشاشة. وطبعا لا تحرمونا من تفاعلكم عبر موقعنا في الفيسبوك وحسابنا على التويتر والإنستغرام. أما الآن فجولة سريعة على عنوان حلقة سيدتي لهذا اليوم. في سيدة اليوم، أربع فتيات سعوديات ضمن سفيرات جوجل على مستوى جامعات الشرق الأوسط. كيف نفرق بين الزكام والحساسية في فصل الشتاء؟ المنتدى السعودي الرابع للإعلام يختتم أعماله في جدة. الفنانة التشكيلية كريمة المسيري تنطلق غدا لتمثل المملكة في بنغلاديش. بمناسبة العيد الوطني الإماراتي، طلاب سعوديون في الإمارات يقدمون مسيرة عربون وفاء. سوبر مام تعرفنا على أربع خطوات علمية لمعرفة قدرتنا على الكلام ومتى تصبح نقمة. مشاهدينا، كانت هذه أبرز عناوين حلقتنا لهذا اليوم. خلينا ننطلق في حلقتنا ونرجع لخلود ونستعرض معاها أبرز الأخبار. إليك يا خلود. شكرا لك يا دلال. وبالفعل زي ما تفضلت وذكرتي، حنبدا الان بفقرتنا الاولى وهي جوله بابرز ما تناولته الصحف السعوديه. اسمحوا لي ابدا لكم باول خبر واللي كان من صحيفه الوطن وبعنوان سيدات الاعمال يطالبن الجمارك بتسهيل الاستيراد والتصدير. اما تفاصيل خبر مشاهدي الكرام، تمنت سيدات أعمال سعوديات من الجمارك تسهيل الاستيراد والتصدير، إضافة إلى رغبتهن بالتوسع في إنشاء أقسام نسائية بالمحطات الجمركية حتى يستطعن متابعة أعمالهن، موضحات أهمية تبسيط الإجراءات والضوابط الجمركية في زيادة الصادرات السعودية، فيما طالبت رئيسة المجلس التنفيذي بالفرع النسائي بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض هدى الجريسي في حديث لها مع صحيفة الوطن بإجراء دورات تدريبية أو توعوية تستهدف من خلالها سيدات الأعمال المبتدئات، وذلك بهدف تحفيزهن ومساعدتهن على تطوير أعمالهن التجارية، على أن يكون تطبيق هذه الآلية مرتبط بفترة زمنية محددة يخضعن بعدها لممارسة أنشطتهن وفق نظام الجمارك الموحد. إذا مشاهدي الكرام، كان هذا خبرنا الأول. حنتقل مباشرة لخبرنا الثاني واللي كان كمان من صحيفة الوطن وكان بعنوان تأسيس مركز وطني إلكتروني لمكافحة الأشعة. أما تفاصيل الخبر الإشاعة، تزامنا مع ختام المؤتمر الدولي للإعلام والإشاعة المخاطر المجتمعية وسبل المواجهة الذي نظمته جامعة الملك خالد في أبها برعاية أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، أوصى المشاركين بضرورة تأسيس مركز وطني إلكتروني لمكافحة الأشعة وتابع لوزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية لعرض الإشاعات المتداولة والرد عليها أو ينسق مع الجهات المعنية بها للرد وبيان الحقائق، ويشجع المبادرات الحالية التي تعمل في هذا الاتجاه، إضافة لاستحداث برامج ومفردات في مقررات التربية والتعليم العام لتوعية الطلاب أو طلاب المدارس بمخاطرة أو مخاطر الإشاعة. طبعا هذا
يعني خبرنا الثاني حنتقل مباشرة لخبرنا الثالث واللي كان من صحيفة الحياة وبعنوان الحج الاستعانة بلجنة نسائية مكونة من تربويات للانتخابات. أما تفاصيل الخبر، أوصت اللجنة العليا لانتخابات مجلس إدارات المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف التي ناقشت موضوع اللجنة النسائية المختصة بقيد الناخبات ولجان الاقتراع في الأقسام النسائية بالتواصل مع إدارة التربية والتعليم بالعاصمة المقدسة وجدة والمدينة المنورة لمشاركة المشرفات التربويات للقيام بأعمال هذه اللجان. أتى ذلك خلال عقد اللجنة العليا لانتخابات مجالس إدارة المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف اجتماعها الأول أمس أو الأول أمس بمكة المكرمة هذا، واعتمدت البرامج التوعوية لمواجهة الناخبين الموجهة عفوا للناخبين والناخبات والمشتملة على اللقاءات المباشرة والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية من الصحف أو من الصحافة والإذاعة والتلفزيون. كان هذا خبرنا الثالث، حنتقل مباشرة لخبرنا الرابع وكان بعنوان أجهزة منزلية للكشف عن متعاطي المخدرات. أما تفاصيل الخبر، حذر مختصون من عدم دقة أجهزة الكشف المنزلية المتعلقة بمتعاطي المخدرات متمنين زيارة المراكز المختصة في حال الرغبة من تأكد تعاطي الأبناء من عدمه، وإذ يؤثر هذه أو تلك الخطوة بالسلب على الأبناء في ظل خوف أولياء الأمور من الفضيحة وعدم اللجوء للجهات الأفضل. يذكر أن عدد مراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية التابعة لوزارة الصحة يبلغ 9 مراكز، وهي في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام وجدة والقصيم وعسير وتبوك وجازان. طبعا خطوة زي هذه مهمة ويعني يمكن تحد كثير من انتشار هذه المشكلة الخطيرة تعاطي المخدرات اللي للأسف بتتفشى، لكن كل ما زادت حربنا عليها كل ما هي تقلصت أكثر وأكثر، نتمنى أنه هي تختفي تماما. طيب هنتقل للخبر الخامس والأخير واللي كان من صحيفة المدينة وبعنوان كونوا بخير حملة شبابية لحماية 150 ألف مبتعث من خطر الإرهاب. أما تفاصيل الخبر، أطلق عدد من المبتعثين والأكاديميين السعوديين بالخارج حملة جديدة بعنوان كونوا بخير، والذي أطلقه حساب مبتعثون فيما تبنته لاحقا وزارة التربية والتعليم العالي، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي في تويتر بهدف التوعية الفكرية من مخاطر التطرف والإرهاب لأبناء الوطن من المبتعثين والمبتعثات بالخارج، والذي يقدر عددهم بأكثر من 150 ألف مبتعث ومبتعثة. أكيد هذا الخبر أو مثل هذا الخبر لازم نتوقف عنده ونتعرف على تفاصيله أكثر من خلال ضيفتنا عبر الهاتف. إحنا معنا الناشطة في مجال الابتعاث الأستاذة عهود إبراهيم. أهلا وسهلا فيك أخت عهود. أهلا وسهلا، هلا فيكي. طيب يا ريت أخت عهود تعطينا كده من بداية الموضوع كله فكرة عن هذه الحملة، متى بدأت، إيش تفاصيلها؟ أول شيء مساء الخير للجميع ومساء الخير للجمهور الكريم. أهلا وسهلا. طبعا أول شيء كمان حابة أشكركم لأنكم كبرنامج سيدتي من الأوائل اللي غطوا الحملة كفيديو، فشكرا لكم على هذه المبادرة وسرعة التفاعل. يعني بداية بالنسبة للحملة، هي فكرتها يعني هي بدأت كفكرة بصراحة ومن فريق مبتعثون التطوعي، بحيث أن احنا فعلا في احتياج وفيه حاجة ملحة لحماية المبتعثين. كانوا يتعرضون لمخاطر متعددة خلال فترة ابتعاثهم، فبدأت كفكرة. إذن الهدف الرئيسي حماية المبتعثين، صحيح، من كافة المخاطر اللي ممكن يتعرضون لها. فبدأت كفكرة، بعد كده تطورت الحملة وعملنا عليها بجد وتخطيط لها بشكل جاد، بحيث انها فعلا توصل للمبتعثين في كل مكان، ومقرها يعني الانطلاقه الاساسيه لها تكون من شبكات التواصل الاجتماعي. الهدف من ذلك انها تكون استخدمناها كوسيله لانها اسهل وسيله للوصول للمبتعثين في كل مكان. وكمان تميزها بخاصية التفاعلية، وهذه بحيث ان احنا فعلا كحملة تطوعية خاصية التفاعلية. تقصدي التفاعلية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؟ صحيح صحيح.
فبحيث أن يكون الجميع ممكن يشارك معنا، والهدف فعلا هي حملة تطوعية شراكة مجتمعية بين أفراد المجتمع ككل، كلنا أبناء وطن واحد سواء داخل السعودية أو خارجها، فدورنا واجبنا حماية بعضنا والتكاتف، فهدفنا طيب. فعلا نثبت هذا. خليني أتوقف شوي عهود، أنتوا فكرتوا بهذا الموضوع أو بدايته كان مرتبط بحادث من الحوادث اللي كانت تصير، مثلا آخرها كان الله يرحمه يا رب ويغفر له الأخ عبد الله القاضي، كانت هذه بدايتها ولا من بداية قصة ناهد المانا رحمة الله عليها، ولا يعني من فين بدأت، متى كان البداية مرتبطة بإيه؟ مرتبطة كانت من وقت ما فتحنا الحساب، كانت الفكرة موجودة وتطورت من بعدها، واكيد يعني فتحت الحساب كان بوقتها ولا كان كان بعدها، كان بعد يعني يمكن لها الان الحساب مفتوح شهرين تقريبا، وما شاء الله يعني الحمد لله يعني الاقبال عليه كبير، والحمد لله احنا قاعدين نشتغل بجد واجتهاد فعلا عشان نخدم المبتعثين في كل مكان. نعم. وفعلا لان احنا عارفين ان في احتياج كبير في المجتمع هذا النوع من الحملات. أكيد، وإحنا طبعا يعني عذرا لضيق الوقت، بس أكيد نتمنى لكم كل التوفيق، ونتمنى يعني إحنا عارفين أنه يعني كان في دعم من وزارة التعليم العالي لهذه الحملة، وأكيد حيكون لكم دعم إن شاء الله من وسائل الإعلام كلها، تستاهل كل خير وكل التوفيق. ألف عافية، شكرا لك. إذا مشاهدينا الكرام يعني احنا كده نكون اخذنا فكره عن ابرز ما تناولته الصحف السعوديه، واكيد فقراتنا بسيدتي ما زالت مستمره، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل، كيف نفرق بين الزكام والحساسيه في فصل الشتاء؟